بون هنا رايحين ان شاء الله هنا نعيطوا لسارة. صح سي بون. انا مش عيطوا هنا خير، ايش رايك؟ اتيو سيدنا فاضل، عدد جديد من حصه كورونا ميديا قوانا. عبد الرحيم، اهلا وسهلا، مساء النور، عدد جديد اليوم. اهلا وسهلا، مساء الخير لمشاهدينا الكرام، تحيه طيبه للجميع. اليوم سنحاول تسليط الضوء على اهم المستجدات بخصوص الظرف اللي رانا نمر به، ظرف الكورونا. الكورونا، خلينا نبدا ببشره الدور في اهم المستجدات. الحديث جميل. من ليله امس الى اليوم انه مصالح الفلاحه ستوزع في البليده، خاصه بما انه راه عندهم حجر لمده 10 ايام ان شاء الله ربي يفك عليهم، راح نوزع 160 ألف قنطار من القمح، وأيضا فيه مادة البطاطا التي ستوزع هي أخرى بالمجان حوالي 200 ألف طن. 200 ألف طن على حسب مصالح وزارة الفلاحة. جميل. هو هذا الخبر إذا رحنا من قراءة اقتصادية بصفتي، يعني عندي تكوين اقتصادي، كاين مدارس فكرية بين الاشتراكيين راح يفرحوا بأخبار كما هذه، ولكن كاين مدارس اخرى راح يطرحوا سؤال يقول لك احنا علاش وصلنا لهذه المرحله وهذه الكميه تاع البضائع كيفاش راح توزن، كيفاش راح توزع. عفوا، المواطن يتساءل هل راح توصلني، كيفاش راح توزع. هو في الفلك تاع الاقتصاد الحر السعر هو اللي يتكفل بتوزيع تاع الموارد، ولكن في ظل غياب السعر كيف ستوزع؟ هل سينجح البيروقراطيين في توزيع هذه الكميات وايصالها للناس اللي يستاهلوها؟ للاسف الشديد الاداره الجزائريه ما ولفتناش على الحسن الاداء في مثل هكذا الظروف، ولكن نتمناو انها تنجح في ذلك ان شاء الله. نتمناو، خاصه انه الظرف صعب، فالظرف يطلب انه جميع الناس يتكاتفوا، حتى المواطن بدوره انه يسهل عمليه سواء التوزيع ولا اقتناء. صراحه الامر راح يكون صعيب، ولكن تبقى نتمناو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وحنا نتمناو انك درنا عليها حلقه هنا في الايام ان شاء الله. هو غدا بتفصيل. غدا في الترند الاقتصادي تحدث على هذا الموضوع، وباذن الله يكون فيها التفصيل. شويه الحلقه راح تكون مطوله وتكون ثقيله، ولكن انا نشوف باللي لازمنا نعاود التفكير في المنطقه اللي رانا نسيروا به مختلف القطاعات. صح، وراح ان شاء الله مستقبلا ان نديروا حلقه نتحدثوا فيها على الوضع الاقتصادي وتبعاته هنا في الجزائر. جميل. كاين ايضا وزاره الفلاحه هي بدورها قدمت البارح انه تدابير استثنائيه للموزعين سواء الخضر والفواكه ولا اصحاب المخابز، اعطتهم استثناء هنا في العاصمه لانه الحجر في العاصمه كما يعرف الجميع انه من 7 لـ 7، فاعطتهم استثناء تصريحات انهم في المساء يقدروا يروحوا يجيبوا المواد الاوليه تاعهم هكا لتسهيل حياه العامه. ثاني عندي اصدقاء من البوليده، لما اتصلت بهم طمأن عليهم قالوا لي مثلا المخابز كاين عندهم احنا نقولوا صنايعي اللي يتكفل من العاصمه ولا من ولايه اخرى، لما يجي يلقى الحجر ما يقدرش يدخل، بالتالي صاحب المخبزه مش قادر راح يخدم. صح. هنا صح لازم التدابير الاستثنائيه هذه ان شاء الله، باش على الاقل هذو الناس يكونوا عندهم حريه المرور الى البوليده حتى ما يكونش الحجر حجز من حظر في ظروف تساعد الجميع. جميل. ايضا الخبر اللي تداوله الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه وفرحنا احنا كجزائريين كمواطنين انه الصين تبعث في مساعدات هي حوالي 2000 2000 كشف لفيروس كورونا الجديد. هذا ربما خبر يراه الكثير انه خبر مفرح، خاصه انه منظومه الصحه في الجزائر شويه، واحنا دوك احنا نعتمدوا على معهد باستور فقط في التحاليل، وبالتالي لو كان يكون 2000 جهاز يتوزعوا عبر مختلف المستشفيات في الوطن راح يكون فيه قابليه اننا نحلوا اكثر في وقت اقل وبتكلفه اقل. يعني مليح 2000 مستشفى حيستفاد من هذا الجهاز، بالتالي راح نكون اسرع في التشخيص. 2000 شخص ان شاء الله. هو نعاود نذكره أنه أفضل دواء هو الوقاية، وبالضبط الحجر المنزلي. جميل. كاين أيضا خبر ربما الدفعة الثانية هذه. أيوة. خبر مؤسف، تلقينا أمس وفاة سائق سيارة الإسعاف رحمة الله عليه، جمال طلحي اللي هو من تيبازا رحمة الله عليه، أحد الجنود اللي كانوا في هذا الظرف، سخروا نفسهم رغم المرض ورغم احتمالية الإصابة، لكن هو قعد كسائق وأحد اللي انضموا للقطاع الصحي، فتعازينا الحارة له ولكل عائلته. عظم الله أجرنا فيه، ونحسبه إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله. وهذا الظرف اللي مرينا به في الجزائر
لازمنا صح جماعة تاع القطاع الصحي، هو الدرس لنا باش نعاودوا النظر في هذا القطاع والظروف نتاعه، لازم يعاد النظر في اقرب الاجل. بالحديث ايضا بالحديث عن البليده، خلينا نربط الاتصال بزميلتنا ساره الصحفيه معنا اللي مفروض تكون هنا حاضره، لكن بفعل الحضر هي البليده الحجر رهيب تعذر عليه الحضور، ربما ستحضر معنا في الايام المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نربط بها الاتصال هكا تعطينا انطباعها وكيف تسير الامور في البليده. البليده اللي راهي في حجر سيستمر الى 10 ايام، ودائما قلوبنا ودعواتنا مع اخواننا ان شاء الله ترجع البليده زهره ان شاء الله وورده كما كانت بكري ان شاء الله يا رب. نربط الاتصال ان شاء الله بزميلتنا ساره بليده اللي هي زميله صحفيه معنا، اللي كان المفروض تكون متواجده معنا في تقديم الحصه، لكن الله غالب فعل الحظر اللي فرضوها اليوم في البليده غابت. ان شاء الله راح تكون معنا في الاعداد المقبله. ساره اهلا، مساء النور. اهلا زميلي محمد الامين الاندلسي، مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا ساره، كيف تعيشون ايامكم في البليده؟ والله العظيم غرانا حجر منزلي، يعني على قاعده ما نجمش نخرج كامل من الدار. على كل حال كاين بعض المحلات اللي راهي مفتوحه، ايوه، المخابز، الملبنات، تاع المواد العفوا الغذائيه، الناس برا قللت التجمعات. يعني البرادة تطرق ما كانش وين تدخل أصلا، بس تدخل المدينة ما كانش فيه صح. حتى أنك تطلب يعني تصريح من الشرطة ولا من الدرك الوطني ثانيك لازم تكون عندك شروط. اللي راهم يجوزوا قلت لك فقط اللي عندهم من ضمن ريجيست كوميرس المتعلق بالخضر والفواكه والمواد الغذائية، ويعني هذه المنتوجات اللي يحتاجوها المواطنين والمنتوجات الضرورية. صار كيفاش المواطن البليدي، اسكو هل تقبلوا هذا الوضع الجديد ولا مازال الناس تخرج برا؟ هي في الحقيقة والله كاين ناس يخرجوا برا، وكاين ناس يعني متقبلين الوضع، كاين ناس واعيين ومتفهمين الوضع، كاين ناس اللي مازالوا ينشروا في التوعية ويثقفوا في الناس على أساس ما تخرجوش، دائما يبقاو يحافظوا على نفسهم من خلال هذوك من خلال المواد الوقائية. يعني مازال التوعية تمشي، مازال ينطفوا يعني المحيط اللي يسكنوا فيه، التجمعات هذوك نقصوها، ولكن كاين البعض على بالك بلي احنا المواطنين الجزائريين ما يحبوش يقعدوا في الدار وما يقدروش يحملوا يقعدوا نهار كامل حتى يشتوا ما تبدهمش. الوغ يخرجوا مادام كاين حوانت، مادام كاين حوانت مفتوحين على بالك بلي احتياجات الاسره كيتجمعوا الناس كامل تكثر الاحتياجات، وبالتالي يقعدوا هذاك الداخل والخارج. ولكن في توعية الحمد لله لحد الآن نقصت هذيك التجمعات، حتى بيكونوا شخصين ولا يعني هذه حاجة ما تضرش. ما انت راهو كاين ديجا هذا الحجر المنزلي، نظن انه ما كاينش اللي يدخل هذه العدوى للمناطق هذو. نتمنى انه يرفع البلاء خاصة عن مدينة البليدة ان شاء الله. ان شاء الله زميلتي سارة، زميلتي شفت حالات الإصابات راهي في ولاية البليدة أكثر من الولايات الأخرى وراهي ترتفع. ان شاء الله تحدث هنا كما نقولوا، نتمنى كامل الشفاء لكامل المواطنين اللي راهم متضررين من هذه الاصابات، ونرحموا على كامل اللي توفوا، وان شاء الله بيصبر اهلهم. وثاني المسنين لازمنا هذوك يعني الفئه اللي لازم نوعيهم اكثر واكثر، على بالك حتى المسنين ما يقدروا يقعدوا في الدار. انا اللي نبدا كنشوف كي نخرج ولا نشوف المسنين راهم برا اكثر من لي جون، وهما المتضررين الاكثر، وهما يعني الاكثر تضرر. ولهذا لازم نطلبوا من ابنائهم وحتى عائلتهم يعني على الاقل باش يخوفوهم، ولا احنا ماذا بينا نبعدوا الخوف هذا والهلع اللي عمم لعم المواطنين، ولكن من خلال توعية بسيطة. قال صحتك في اللعب، انت يتهمنا، انت بابانا، انت يا كبير الدار، انت وانت هكذا. ممتاز، وصلت يعني من هذا من خلال هذا. زميلتي سارة عندي سؤال بخصوص الفقراء والمساكين، هل في حملات تضامن من طرف سكان البليدة للتكفل بمثل هكذا حالات في مثل هكذا ظرف؟ اهلا زميلي عبد الرحيم، مساء النور. مساء النور. الحقيقه جانب يعني الحملات التضامنيه هي دائما تكون، احنا على بالنا بلي المواطنين تاعنا ويعني يحبوا يضامنوا خاصه في مثل هذه الفترات،
ولكن يبقى الشعب يحتاج، الشعب يعني الفئة اللي ما عندها تبقى محتاج، وإحنا عندنا بعض الفئات اللي ما تحبش تبين أنها راهي مضرة، وما زلنا في البداية يعني ما نقدروش نقولوا اليوم ولا غدوة ولا الحالة. إذا على بالكم راكم شفتوا واش قال رئيس الجمهورية، أنه الحجر المنزلي في ولاية البليدة راح يكون مدة 10 أيام ويقدر يعني فوق يقدر يكون هناك تمديد. ممكن في هذه الفترة يعني الاحتياجات ما راح تخص فئة بسيطة، لكن يعني بعد هذه الفترة حتى على تنمية حتى عصرية حتى ولادات تمديد هناك اللي راح تقيس، يعني راح نكون متأكدة أنه هذه الفئة راح تتضرر بزاف، ولازم الجهات المعنية وحتى الدولة يعني تأخذ بعين الاعتبار. ما نشوفوش غير بلدية واحدة ولا البليدة راهي فيها شحال من بلدية وفيها بزاف للمحتاجين، لازم نتضامنوا معاهم كامل، لازم نتضامنوا بعين الاعتبار. زميلتي سارة، إذا كبرك تقول حجر، حتى الإنسان كي يقعد في الدار وش يقعد يدير؟ صح يروح يولي يأكل، وبالتالي يعني المنتوجة تنقص والمادة الأولية تاع الغذاء الثاني تكون كافية. طيب زميلتي سارة، بالنسبة للفيسبوك شفنا منشورات حول انعدام بعض الخدمات الأساسية مثل البريد وانعدام خدمات أخرى، هل تم تسوية هذا الوضع هناك؟ والله العظيم لحد الآن يعني هو في بعض الخدمات اللي تم يعني ما نقولوش توقيفها ولكن تقليلها يعني إلا للضرورة. ما دام راهو حجر، انا يعني نقول لك يا اخي للمدينه ما راناش نقدروا ندخلوا يعني للمدينه، وتم حجز الطرقات اللي تدخل المدينه، وبالتالي المواطن اكيد اللي ما نستخدم البلديه واللي ما نستخدم الدائره واللي ما نستخدم، ولهذا ينقصوا حتى الشعب نتاعنا ويعرف اللي يخدم البلديه ويعرف اللي يخدم الدائره راح يتجمع راح تكون فينا تجمعات. ما دام هي انه الانسان قاعد في الدار مع يعني اكيد ما راحش يحتاج لهذه الوثائق ولا راح يحتاج ممكن البورطة كما نقول البريد راح يحتاجوا اللي عنده مصاريف يخرجهم ولا هذه ما نظنش راح يغلقوها، حتى ولا كان غلقت هذاك النهار كانت يعني هناك يعني كما نقولوا تعليمات صارمة، حتى الجيش ما كانش يفقد خروج المواطنين ولا ما كانش يسمح لهم باش يخرجوا إلا من خلال تصريح. الآن ممكن يفتحوا لهم، هذا ما عنديش معلومة، ولكن نظن أنه راح يفتح خاصة وين يقدر المواطن يقضي حاجياته، هذه حاجات محتاجه مع عليهم. ساره كانت معنا ساره اليوم، يعطيك الصحه ساره، وما نوصوكش انه تدي حضرك اكبر، الوقايه ان شاء الله، وان شاء الله ترجع البوليده ورده كما عرفناها. ورسالتك في الاخير لسكان البوليده والمواطنين الجزائريين ككل، وبخاصه الناس اللي مازالوا ما داروش الاحتياطات تاعهم. احنا بيان سور دائما نطلبوا من المواطنين الوقايه على بالهم بلي صحتهم تهمنا، احنا وحدنا ما نقدروا نديروا والو، لو كان ماشي المواطنين اليوم يشجعوا فينا احنا منهم واليهم. جميل. الرساله نتاعنا الوحيده انهم يحافظوا على صحتهم وسلامتهم ورضاهم، يعني هو رضانا وصحتهم كامل كامله وكامل المواطنين. نقول لهم الوقايه ثم الوقايه، احذروا ما راح ان شاء الله ما تطولش، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذه الغبينه اللي راكم فيها، ان شاء الله تخرجوا وتعودوا للايام اللي ما جاريها ان شاء الله. ان شاء الله ودوم الصحه على كامل الشعب الجزائري، ويعطيكم الصحة وربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا كنت معنا. شكرا جزيلا. سلام لكل فريق الآن قناة. عليك السلام، بارك الله فيك. كانت معنا سارة من ولاية البوليدة. نعم، شكرا جزيلا. عبد الرحيم، خلينا نروحوا إلى موضوع النقاش اليوم اللي هو راح تحطوا فيه عن دور المجتمع المدني في ظل هذه الأزمة. يلا إذن في موضوع عددنا اليوم، الحديث عن دور المجتمع المدني في ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر على غرار كل ما يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس الكورونا. سنتحدث خصيصا عن دور المجتمع المدني، ما هي الصعوبات التي يواجهها، ما الذي يجب أن يفعله، وما هي المبادرات التي يجب أن يتبناها، والكثير من النقاط التي سيناقشنا فيها اليوم الأستاذ عيسى الساي، عضو المكتب الوطني بجمعية جزائر الخير. أستاذ عيسى، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيكم. بكم مرحبا. الله يبارك فيكم. سعيد جدا أن أكون بينكم، وخاصة بين فارسين من فرسان الإعلام. ربي يبارك فيك إن شاء الله. أستاذ، الواضح للعيان أن الجزائر تمر بظرف استثنائي، خاصة ما تعلق بالحجر الصحي كما يسمى أو الحجر المنزلي على غرار ولاية البوليدة التي
أحجرت كاملة وانقطعت على باقي الجزائر. نتمنى ربي يفرج عليهم جميعا. يبرز هنا دور المجتمع المدني اليوم. إذن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا مشكورين على الدعوة، وإن شاء الله هذا الإسهام منكم كإعلام ومنا كمجتمع مدني من أجل أن نأخذ بيد الجزائر الحبيبة الغالية إلى بر النجاة، أن تخرج من هذا الامتحان. هو امتحان في الحقيقة امتحان صعب، لكن سنخرج منه، لأن جعل الامتحان الصعب إلا للأبطال، للعادة أنهم يتجاوزون هذه الامتحانات، أما الامتحانات السهلة البسيطة طبعا ما شاء الله نحن ننطلق من إيماننا بالله سبحانه عز وجل، وثم بيقيننا بطاقاتنا وقدراتنا وبإمكانيات الجزائر وشعب الجزائر. المجتمع المدني في الحقيقة هو مجتمع هو نذر نفسه من أجل أن يخدم المجتمع، من أجل أن يخدم البلاد والعباد، وأن رسم لنفسه أهداف ووضع لنفسه خطط وكذا من أجل أن يقدم. نحن في جزائر الخير، أول ما بدأت هذه الجائحة رفعنا شعار الوقاية خير، حتى خير الدفاع الهجوم كما يقول الشباب، يعني أنك دائما تكون في المقدمة تبدأ بالوقاية. فكان هذا العمل دينا أولا على مستوى التحسيسي، فانطلقت عندنا اللجنة الوطنية الطبية الإغاثية، انطلقت في عملها بالتنسيق مع الولايات، اللجان الولائية واللجان البلدية المحلية، فبدينا نخدموا في إطار التحسيس. الجانب التحسيسي في أولا كان الناس كنا في بداية استهتار، شيء من الناس ما على بالهاش وكأنها حاجة بعيدة علينا وكل شيء ولن تصل. كاين كثير من الناس كاين أشياء بزاف، ولهذا يقول لك الفتنة إذا كانت مقبلة أدركها الحكماء، لكن إذا أدبرت أدركها الدهماء. يعني الناس العوام ساكن، خاصة بعض الناس اللي يغالون في اللامبالات. جميل. إيه لازم الإنسان يكون معتدل. التهوين. نعم التهوين، إحنا لا تهوين ولا تهويل. جميل. أعتقد هنا يبرز دور المجتمع المدني، يوصل الفكرة صحيحة للمجتمع، لأن المجتمع قد كما قلت أنت يديها بتهوين أو تهويل. نعم. ويبتعد عن الحقيقة. هذا هو فانطلقنا أولا بالتحسيس باللي يا جماعة الخير هذا مش لعبة، هذه أرواح أعمار، شوفوا دول شوفوا كذا. فبدت هذه عن طريق المطويات التوزيع، وإحنا مشينا بما يسمى المحاذات أو الجواري، العمل الجواري. جميل. مع الناس مع كذا. كاين ناس مساكن ممكن ما عندوش وقت باش يتبع الأخبار باش يشوف كذا تلفزيون، كاين كثير من الناس ممكن لا لا، وخاصة الآن منذ ما هذا الفيسبوك، لأن الناس ممكن تعيش في بعض المتاهات والمغالطات، يعني كان فيها معلومات مغلوطة مغلوطة وبشكل كبير مغلوطة، لأنها مش مصدر مش مصدر. ولهذا كان هذا العمل، فنسقنا كذلك في التنسيق في قضية الجانب في الناس والمرة. فكان هذا العمل وكان بشكل كبير جدا. بدأت تزيد القضية، ولا من المهم بما كان أننا نوفر شيء من الاطمئنان خاصة على مستوى المعيشي. جميل. هذه كانت في المرحلة الأولى في البداية. نعم. التحسس. أما الآن مع الظرف اللي رانا نعيشه فيه. فقط نضيف لك هذه ونروح عليه. جميل. فروحنا لأن علاش يا إخواني، نقولكم الإنسان إذا ما اطمأنش ما كانش هادي تصرفته راح يكون رد فعل، ورد فعل سيء جدا. جميل. يا إما خايف رد فعل تاعو يكون سلبي، إما متهور ومستهتر يكون رد فعل تاعو. هل التمسم وعي في المجتمع؟ نعم. نعم. عندنا ناس ومجتمعنا مجتمع واعي، وخاصة إذا كان تلقى رسائل من ثقات ومتخصصين، لأنه تحدث عن لجنة مختصة. نعم. ناس ثقات، ناس كذا، ناس يعني يحترمهم يقدرهم على باب اللي هذا مش هم يتكلموا فقط هكذا. وخاصة قلت إحنا أنا جينا الجانب الثاني، جانب الطمأن على معيشته، كي بدت قضية الحجر وقضية إلزام البيوت وكذا، الناس بدت الأسواق بدت تفرغ وكذا، طبيعي الناس تخاف إذا أنت تهوله. فدرنا أولوية كذلك أن نوزعوا القفة على المحتاجين. درنا نداء
للاطباء والممرضين باش يلتحقوا باللجان تاع الولائيه اللي تنسق مع اللجان او الجماعات المحليه والولائيه. درنا كذلك نداء للمحسنين باش يعني يساهموا، وخاصه في الجانب قلنا في جانب المواد الغذائيه باش الفقراء الناس المحتاجين مساكن وخاصه في الاماكن المعزوله باش يطمئن على الاقل على معيشته شويه باش ما يخافش. وبالمقابل قضيه الوقايه، هذا الغسول والقفازات والكمامات، احنا وصلنا بالحمد لله عز وجل الى اننا اصبحت انا عندنا ورشات لخياطه الكمامات، والحمد لله طبعا كمامات وقائيه يعني نضيفوها خاصه للناس اللي يحتاجوها بشكل كبير جدا كامثال عمال النظافه ربي يجازيهم خير، ولانهم كذلك الان راهم يعني يخدموا عمل جبار، وهما والاطباء والاخر راهم في واجهه المدفع يعني في نعم. اعتقد ان كلنا شفنا في هذه الايام ربما الجميع يحاول ان يساعد، المبادرات كبيره سواء تنظيف سواء كما قلت انت صناعه الكمامات، ورشات، افراد، مخابر، الجامعات، الكل يحاول ان يساعد، وهي ربما في طبيعه كل جزائري انه محب الخير خاصه في هذه الازمه. فهل هذا شيء ايجابي؟ طبعا هو الـ 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 كمبادره كروح طبعا ايجابيه، لكن في الممارسه جميل تحتاج الى تنظيم، تحتاج الى ترتيب، يعني احيانا ممكن يعني حتى في الخير لازم شوف الخير يا جماعه الخير ماهوش هوايه، كثير من الناس راهم يعني يعملوا الخير اذ يقولها بألم بمراره يمارسون العمل الخيري هوايه، لا التخصص ولازم له تأطير، لازم له تأطير، لازم له تكوين وخبرة، لازم أن تضع الأشياء في مكانها. شو مثلا خذوا مثال غربك في رمضان، تلقى ممكن فقير والله صدقوني مرة أرملة جابوا لها ثلاث كباش، هي مسكينة بسيطة وكذا ثلاث كباش، اللي يجي يجيب لها كبش، الجميع اللي يجي يجيب لها كبش، وهي ما تقولش ما عنديش، حطوا روح حطوا روح حطوا روح. وممكن كاين في بعض الناس كما يسماهم سيد الرئيس اماكن الظل ولا واحد على باله بهم، والمفروض ولهذا نحتاج الى اننا ننظم، حتى اذا الجمعيات تتنظم مع بعضها يخلقوا قراب، نظم مع بعضنا قال الحي هذه والجهه هذه يشرف عليها كذا ويشرف عليها كذا، فنحتاج وما احوجنا الان راهو زلقه فلقه، الان الخطا راهو قاتل. جميل أستاذ، أنتم على مستوى جمعية جزائر الخير قمتم بعملية تنظيم وتأطير مع أطراف أخرى، ممكن تحدثنا عن التجربة هذه؟ أكيد نحن نعمل من أجل أن ننسق جهدنا، ويعني بحمد الله تم هذه الصبيحة إعلان عن التكتل الوطني للجمعيات من أجل الإغاثة أو من أجل الإغاثة والتضامن. كل جمعية يعني هي مفتوح لكل الجمعيات، من أراد أن يلتحق فأهلا وسهلا. هذا هي بادرة تنظيم المجتمع المدني، هذه بادرة يعني كانت من دعوة من جريدة الحوار، مشكورين القائمين عليها، وهذه المبادرة الطيبة اللي التف حولها يعني الجمعيات الكبرى والمجتمع المدني كجزائر الخير، الإرشاد، كف اليتيم، الكشافة الإسلامية، وكثير كم منظمة حماية المستهلك، وكثير من الجمعيات اللي يعني تكاتفت وانضمت إلى هذا التكتل من أجل هذه الغاية، وهو التنظيم، أن تنظم نفسك وأن نستطيع أن يد واحدة الآن ويد واحدة ما تصفق. جماعة الخير هذيك الشمعة اللي تضوي البلاد في الأحلام، الشجرة تغطي الغابة في الأحلام، نحتاج إلى الآن ما كاش واحد يقدر هو كل شيء يدير كل شيء، نحتاج إلى التضافر والجهود، والجزائر كبيرة تحتاج إلى أن كل أبنائها يحطوا يدهم في وينحوا كل قبعات وكل التوجهات وكل ألوان، كل حسابات الضيقة وحسابات والله الضيقة. أنا أقول لك أي حساب غير الجزائر وإرضاء رب الجزائري إنسان فاشل يذهب إلى الإضمحلال، يعني شاء أم أبى، بخاصة في أزمة مثل هذه ويخمم في مصلحة ضيقة. طبعا هذا إنسان صغير أعتقد أستاذنا أما نعتذر أنه الظرف هو اللي حتم أنه لازم تكون فيه مبادرات ونتحدوا وتكون فيه تنسيقيات. أعتقد أنه كان فيه تحدي وصعوبات المجتمع المدني اليوم، هل التمستم هذا في أرض الميدان؟
اولا مشكور على هذا السؤال. اول نقطه، هذا الوضع لم يكن منتظر، وضع جديد. الان الحجر ماهوش سهل انك تقول يعني بلاد كامله مغلقه. صح اخواننا في البليده، ربي الله يحفظهم ويصبرهم ويقويهم، ونقول لهم اصبروا وصابروا، يطلع النهار تزول الشده ويطلع النهار يزول الشده ويبان الهلال. مرينا برك غمض عينك وتجوز، انت معك، لست وحدك، معك الله، انا معي ربي يهديني، معك، احنا جايين دائما نقول ربي معاكم، ربي معك. اذا المقوله الشهيره، اذا كان الله معك فمن عليك، واذا كان الله عليك فمن معك. والله ربنا ربك رب الفيروسات ورب النجوم والسماء والكواكب والأرض، كل شيء يأمر يحمي يعطي يفرح يفرج سبحانه عز وجل. ننطلق من هذا المنطلق، لكن حاب نقول المجتمع المدني الان كيف يتعامل مع ازمه بهذا الشكل؟ الان وخاصه حاجه جديده يعني كي نقول جديده على الكل، جديده حتى على على على, على, على الدوله هي وضع جديد، كيفاش تتعامل معاه، كيفاش نرتب امورنا، كيفاش كذا، والخوف تستمر الحياه بشكل طبيعي وتستمر هي تستمر. احنا لان الان الوقايه راهي بدرجة أولى، حتى نضع حد وحاجز لهذا التفشي لهذا الفيروس القاتل. إن شاء الله ربي سبحانه وجل يرفع علينا، يرفع البلاء، والبلاء هذا الذي أصابنا. الآن كيفاش يتعاملوا معه، كيفاش يتعاملوا مع الواقع بهذا الشكل، يحتاج إلى أولا إلى هذا التنظيم قلنا عليه، ولازم يكون منظمين. ممكن تعطينا ملخص على التنظيم هذا كيف تم، وش ملخص عام؟ يعني هو البارحة حتى كان اللقاء الأول لتنسيقي من أجل أنهم يديروا هذا التكتل، وكان اليوم منذ قليل فقط، منذ ساعتين أو ثلاثة، كان إعلان للناس للرأي العام اللي تشكل تكتل. الآن هو فيه مازال فيه اجتماع للتنسيق وترتيب الأمور، كيفاش خطة العمل، وفيه اقتراحات ومقترحات كثيرة، من بينها ممكن إن شاء الله يعني أولا كيفاش نوصل المساعدات، كيفاش الطرق، كيفاش ننسقوا مع السلطات المحلية والوطنية باش يكون عمل تكاملي. احنا الدولة والدولة نحن، يعني لازم خلينا هذه الكلام تاع الدوله دارت وما دارت. الدوله احنا الدوله والدوله نحن، اللي يحبوا فينا ابناء الشعب، ونحن من 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 عملنا على ان يكون هذا التنظيم تاع هذا مسؤول وهذا رئيس وهذا، لكن في النهايه نحن جزائريون، نحن الجزائر. الان الجزائر يحتاج الدوله عندها تنظيم وعندها مؤسساتها، وكاين مجتمع مدني هذا ينظم روحه وهذا منظم، ونديروا لقاء وآليات التعاون، وكيفاش نوصلوا الى تقديم هذه المساعدات، تقديم هذه المبادرات، وانجاح هذه المبادرات. ان شاء الله تكون مبادرات كبيره وناجحه ان شاء الله، لان الناس ان شاء الله تجد كل التسهيلات ايضا ان شاء الله يا رب. الامر راك موجود، ما عندناش خبره مع التعامل، بالتالي نوجهوا النداء باش يسهلوا المهمه تاع التكتل. قعدت لي نقطه برك استاذ، شفنا في الدول المتقدمه اللي ضرت من هذا الامر ان الاطباء المتقاعدين لبوا النداء وعاودوا رجعوا للمستشفيات. هل عندك مثلا تصور ممكن ثاني نلجؤوا للاطباء المتقاعدين اللي عندنا، ولا يكون عدم اسهام معكم في التكتل؟ اولا نوجه تحيه وشكر وتحيه اجلال للاطباء والممرضين اللي راهم الان في الواجهه الصف الاول مع الداء. واليوم توفى طبيب في مصطفى باشا من هذه العدوى، ان شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء، وكل الموتى اللي ماتوا ان شاء الله راهم شهداء، لان المبطون شهيد والهدمه شهيد والغرقاء شهيد، وهذا هذه الجائحه اللي اصابت، فان شاء الله المجتمع الجزائري مجتمع نعتبره مسلم، وان شاء الله ربي يتقبلهم في الشهداء والصالحين. الاطباء هذوما الجزائر بطبيعه او طبيعه الرساله تاعو كطبيب، هو لازم والا ماهوش طبيب، لان الطبيب في وانت طبيب وقاعد في دار التقاعد قاعد، انا لا اتصور بطبيب قاعد، كما لا اتصور باللي استاذ قاعد. نهضر استاذ ماشي خدام استاذ، نهضر طبيب مش خدام طبيب، نهضر رساله المهنه، رساله المهنه مستحيل. هما لا يتاخرون اولا،
هما الان قلت معنا احنا في الجمعيه، في الجمعيه يعني معنا اطباء في اللجنه الوطنيه، في اللجان الولائيه، في اللجان المحليه، واكيد في جمعيه كثر موجودين هذو الاطباء اللي راهم يمدوا، وكذلك هما لا يتاخرون بان يمدوا يد العون لاخوانهم وزملائهم، وان كانت اختلطت الحاجه طبعا سيلبون ان شاء الله. اكيد استاذ ياسر، ربما كاخر نقطه نطرق لها، احنا دائما نقارنوا كمجتمع مدني نقارنوا نفسنا على الاقل بالدول المجاوره المغرب وتونس، ودائما نشوفوا التجارب المتقدمه في الدول ونقولوا نتمنوا علاش ما نكونوش كما على الاقل المغرب وتونس. الامر بعيد لهذه الدرجه؟ لا ابدا، خاصه في هذه الازمه. لا لا، انا اقول لكم باللي لابد نخرج من جلد الذات. نحن والله العظيم لنا الريادة والقيادة في أشياء كثيرة جدا، ومش في المغرب العربي فقط، بل نقول لكم في العمل الخيري والاجتماعي. يعني الجزائر رائدة، وكان العمل فيها عميق وله أثر، والآن راكو شايفين ممكن وين تروح تلقى حبل التضامن والحبل التبرعات موجود، لكن يحتاج فقط أولا أن نثق أولا في الله، ثم في أنفسنا، ثم ننظم ونحترم ذاتنا، نحترم التنظيم والاحترافية. هذاك تلعب منا وراك منا. عمل الخير لا يجب أن يكون عمل هواية كما ذكر الأستاذ. مش هواية ومش كذلك يعني شغل تنقز هنا وتقفز له وتروح هنا ومرك في هذا المجال ومرك في هذا المجال. اختص تبدع، اختصت بدا معليش تكون متعاطف مع كذا وتعاطف معها في الجانب الاخر، لكن اختصاصك وظيفتك ميدانك باين حتى تترقى فيه وتصل الى جميل. يحدث تطوير وترقيه في هذا الميدان، ميدان العمل التطوعي. استاذ، رساله الى المسؤولين ورساله الى المواطنين، تفضل اليك الخط. اولا رساله اذا كان للسلطات والمسؤولين، اولا انا اقول في الحقيقه هم مشكورين، والله يحسن عونهم على فكرة. يعني الجزائر كنا في مرحلة، شايفين مرحلة يعني غير بينا نستقروا شوية بعد الأحداث اللي تعرفوا كانت يعني في الصائفة، ويعني عام كامل وإحنا في مسيرات وفي كذا. الآن هذوم السلطة الآن غير كما بدأت، فجت هذه الإشكالية تاع الفيروس كورونا. لكن الذي يعني يسعدني ويثلج صدري كثيرا انهم استطاعوا ان يتعاملوا معها بهدوء برزانة. كانت قرارات متدرجه هادفه حكيمه. الناس بالعقل بك احنا الشعب تاعنا ماهوش سهل باش انت تقدر من مجال تقلبوا المجال واحد اخر، لكن هذا الجانب يعني كانوا الى الان راهم ناجحين في اداره، اعتقد راهم موفقين الى حد كبير في اداره المشكل. برك نزيدوا في هذا التنسيق مع التكتل والمجتمع المدني كله، والجزائريين كلهم مستعدين انهم يعطوا الغالي والرخيص، يعني النفس والنفيس، من اجل الخروج من هذه الازمه، فليطمئنوا في هذا الجانب. برك يزيدوا اكثر تنسيقا واكثر تفاعلا مع المجتمع المدني. قلت لي المجتمع المدني ولا المواطنين؟ المواطنين اللي راه مازالوا ما مش ماخذين الامر هذا بعين الاعتبار، هذو قله يعني ما لا اخالهم، يعني ماهوش مدين الامر بهذا الاخر، هما قله. لكن نقول لهم الانسان ما يستهترش وما يلعبش، لان الانسان هذه اذا مش انت راح تاثر في ناس اخرين، يكونوا ضحايا تاعك انت، لان مش سهل يا اخي. ممكن انت تكون صغير وتكون عندك الوقايه وعندك الحمايه وعندك المناعه قويه، يجي واحد اخر مسكين وانت تكون حامل الفيروس ولا تدري، لان عندك قوه، انت ممكن مفتول العضلات، انت رياضي، انت كذا، ممكن ربي يعطيك صحه، لكن الاخر ممكن مسكين عنده مرض ولا عنده كذا، تكون سبب في قتله ولا تدري. كيما قلت، والاباء والامهات هذو كلهم الان، هذا الحجر هو والله فرصه، والله سبحان الله ربنا عظيم. والعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي آية أخرى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خير، انظر للكأس ما تشوف غير الفرغان، شوف الملآن، كون عندك عين النحل لا عين الذباب، شوف الجميل الجميل. والله فرصة تقعد في البيت تقرأ القرآن، والله كاين بعضهم راح يشوف كتب تاعو عنده زمان الغبار، تخبروا بدا يشوف، بدا يراجع، واحد قاعد مع ولاده، واحد يدير دورة تكوينية عبر الانترنت، التواصل يعني، كاين اللي بدا يحفظ القرآن، كاين دار برنامج لنفسه، كاين اللي ممكن كاين أشياء. والله العظيم اسمحوا لي، نحتاج إلى وقفة مع الذات.
ان نجلس مع من ريح مع روحك راك ما عندك شغل باش ريح مع روحك اجلس مع نفسك ماشي مرآة الذات ماشي مرايا كيما تشوف المرايا كل وقت وتعدل شعراتك ولبستك وكذا اعدل شوف راك واصل واش درت انا نقول باذن الله هذه مرحله تحول تحول كبيره على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى العالم كل واحد راح هذه فرصه للجلوس مع الذات ومحاسبتها وشوف الايجابيات والسلبيات ورسم مخطط الاخر العقل راح تبدل ان شاء الله. لكن نقول لهم ابشروا باذن الله على كلمه ابشروا استاذ اختم لكم بابيات تفضل يا ريت تفضل تسليني تقويني ابيات ولا اروع لازم تكون ديدا كل واحد سهرت اعين ونامت عيون في امور غدا تكون او لا تكون كم راه نقولوا كيفاش وغدوه ندخلوا ما ندخلوش جمعه تفتح الجوامع المساجد المدارس الجامعات سهرت اعين ونامت عيون في امور غدا تكون او لا تكون ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون ربنا عظيم بارك الله رب استاذ عيسى ساهي كنت معنا اليوم كنا سعداء جدا بهذه الدردشه الشيقه معك شكرا لك مره اخرى شكرا لك على تلبيه الدعوه وانا شاكر لك كرمك وحتى على ابياتك الشعريه والله سعيد جدا بكم وانا يعني قبل ما نفرح بالحصه فرحت اكثر بك سعداء نحن ايضا سعداء نحن ايضا متابعينا الافاضل ما زلنا واياكم فقره سوشيال ميديا ابقوا معنا إذن عودة إلى تركيا حيث كنا تحدثنا أمس عن أوضاع المواطنين الجزائريين العالقين في مطار إسطنبول والحالة بين قوسين مزرية اللي وصلوا لها اليوم في إجراءات جديدة نتحدث عليها خلونا نربط الاتصال بالأستاذ حذيفة رئيس منتدى الجالية الجزائرية هناك بتركيا حتى يعطينا تفاصيل أكثر أستاذ حذيفة أهلا مرحبا أهلا وسهلا أستاذ محمد الأمين شكرا أستاذ حذيفة يا ريت تعطينا المستجد اليوم طبعا يوم أمس كان الجميع فرحان وكأنه اليوم سيكون يوم عيد بعد الوعود التي تلقوها من القنصل ومساعديه بأنه سيتم ترحيل الجميع إلى الجزائر بحلول ساعات الصباح لكن للأسف حاولنا نحن التنقل إلى المطار حوالي الساعة الواحدة صباحا وبقينا هناك الساعة الرابعة صباحا لأنه كان عندنا بعض الأدوية نقلناها إلى منطقة العبور الدولية أو منطقة الركوب الأحرى الدولية وتسلمناها وخرجنا من هناك على هذا هذه الأخبار التي تقول أنه غدا صباحا سيتم نقلنا إلى الجزائر لكن للأسف اليوم صباحا تواصل معنا عديد من المسافرين وحتى هناك من سجلوا فيديوهات بث مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أنه يتم الآن نقل الجميع إلى حافلات ستقوم بنقلهم إلى فنادق ولكن لم يكونوا يعلمون إلى أين بالضبط بعد ذلك تواصلنا مع بعض موظفي المطار فأكدوا أنه سيتم نقل كل الجزائريين إلى مركز جامعي أظن أو إقامة جامعية كبيرة في منطقة تسمى كارابيك بعيدة عن إسطنبول حوالي 350 كيلومتر طيب يعني على الأقل سيتم التكفل بكل من هو عالق في المطار نعم هذا هو ما حدث فعلا يعني تم الجميع في حافلات وهم الآن متوجهون إلى خارج إسطنبول حتى هناك بعض الحافلات ابتعدت تماما عن إسطنبول ومتجهون إلى هذه المنطقة كارابيك لكن ما قيل لهم أنه سيتم التكفل بكم لكن إن شاء الله إن شاء الله أستاذ حذيفة ما هي كيف هي معنويات الإخوة الجزائريين هناك بعد هذا القرار الجديد هذا معنوياتهم مثل معنويات الباجي بعد ما اكتشف أنه يوم غد ليس عيد وكان يجري في المملكة العاشورية يحاول إيقاظ الناس في أنه غد ليس عيد أنا ما أستطيع أن أقوله للأسف للأسف والله تمنيتنا أنه يفرج ويعود الجميع إلى أرض الوطن سالما غانما أستاذ حذيفة نعم أستاذ حذيفة كنت معنا تمنياتنا أيضا
يتم التكفل بهم في الناحية النفسية. صراحة الناس منكسرة نفسيتها، حتى في البث المباشر الذي قمنا به أمس، وكان معنا دكتور زكي تبتي الذي كان مسؤول عن الفريق الطبي الذي حاول نحن وجهنا لهم، كان يؤكد ويعيد على أن أغلب الناس نفسياتها محطمة تماما. ويستطيع أن تتخيل أكثر اليوم كيف صارت بعد أن كانوا ينتظرون العودة إلى أرض الوطن، فإذا بهم يوجهون إلى فنادق، هناك من يتحدث لهم عن بقائهم 9 أيام، هناك من يتحدث عن 14 يوم اللي هو الحجر الصحي. أستاذ حذيفة كنت معنا، شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا جزيلا. هذا بالنسبة للإخوة الجزائريين اللي راهم في تركيا. ثاني كاين موضوع تاع ماليزيا، ثاني كاين خوتنا الجزائريين في ماليزيا. فعلا هناك ما يقارب 100 جزائري ايضا عالق في ماليزيا، تقريبا نفس الوضع، غير انه ربما هناك الوضع احسن، تكفلوا بهم قليلا. خلينا نشوف هذا المقطع اللي ارسل لنا عبر صفحه ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، نحن الأستاذين بروفيسور نصر سلمان مدير مخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية، والبروفيسورة سعاد سطحي عضو المجلس العلمي في كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، العالقين بماليزيا، ننشر هذا البيان لنطمئن فيه عائلاتنا بالجزائر وأبنائنا الطلبة والزملاء الأفاضل الذين تواصلوا معنا مختلف دول العالم بينها كندا وقطر والإمارات والجزائر بمختلف ولاياتها، يعرضون علينا خدماتهم، فنطمئنهم. نحن بصحة جيدة والحمد لله، متواصلون مع سفارتنا بماليزيا التي تستحق العلامة الكاملة، حيث بذلت جهودا كبيرة في تقديم الخدمات للعالقين هنا، إلى درجة أن السيد السفير المحترم قد زود بعض العالقين هنا بهاتفه الشخصي للاتصال به في أي وقت شاء. ولا ننسى كذلك شكر القنصل الفاضل السيد محمد بن دريسو الذي فتح أبواب السفارة للعالقين هنا، والجالية الجزائرية من طلبة وأساتذة وعلى رأسهم العملاق الأستاذ دكتور عبد العزيز برغوث والسيد رئيس الجالية الأستاذ دكتور بشير صالحي والدكتورة أسماء أكلي وطلبة الدكتورة سيد أحمد خير الدين وزوجته والسيد محمد التجاني وزوجته. ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نقول إن سفارتنا مع الجالية الجزائرية هنا يبذلان جهودا تذكر لتشكر. وفي الختام نوجه نداء استغاثة للسيد الفاضل رئيس الجمهورية للإسراع بإجلائنا لوطننا الحبيب في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن في من العالقين فيهم المرضى وفيهم كبار السن والأطفال، فنرجو الإجلاء ثم الإجلاء ثم الإجلاء في أقرب وقت ممكن. وأتمنى أن يلقى هذا النداء استجابة من السلطات الجزائرية للاستماع لأبنائها البررة وإطارات الدولة الذين يخدمونها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. كلنا دعوات أن يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء ونخرج من هذه المحنة، وإن شاء الله نكون تعلمنا دروس من هذا الظرف. إن شاء الله ربي يفك إن صح التعبير كل من هو بعيد وعالق في المطارات. إن شاء الله إن شاء الله. حتى بالنسبة للتسيير والخطط المتبعة لازمنا نتعلم دروس من هذا الظرف. هو في وسط هذا المحنة ربما هي منحة من جهة أخرى أنه تعطينا فرصة أنه نقيم روحنا للتحسين والتطوير. جميل. نعم. جميل. من جانب المبادرات، نعم، كانت الدولة أمس السلطة الجزائرية فتحت حسابين، قالت بأنهم للتبرع من أجل كورونا كوفيد-19. كنا يوم كيف تفاعل كنا الناس يوم أمس حطينا السؤال في الصفحة وشفنا تعليقات الناس. خلينا نذكر بعض التعليقات اللي جت في الصفحة وكيفاش تعاملوا الناس مع هذا الخبر. كان الأستاذة غاوي تقول بلي أنا ضد، لأن الوقت، قالت أنه الوقت الذي ننتظر الدولة ترجع الأموال ما رجعتهمش من أجل تخفيف الأعباء
غاز، كهرباء، ماء، انترنت الى اخره، نتبرع لها. يكفينا تضامن على مستوى بعضنا البعض على مستوى العائلات والجيران. ايضا هناك تعليق اخر لخالد، خالد نيمبلي، هو تعليق ساخر، قال انا فرحت، قلت دوك الدوله تعطينا كاش مصروف. وايضا خلينا ندو تعليق اخر للاستاذ محمد عمار، يقول تأميم ممتلكات العصابة كافية لتسيير الأزمة. أيضا صابر تواتي يقول لأن أظن أن الدولة قامت برد فعل خاصة للجالية التي كانت تلح على التبرع بالوسائل العينية والنقدية، وهي مبادرة طيبة لإشاعة روح التضامن، وحبذا لو تلتفت الدولة للذين يشتغلون باليومية والقطاع الخاص بدعمهم على الأقل في أجرة عمال، فالأمر ليس هين على هؤلاء. أمين محمد يقول ويقترح، يقول أن هناك فكرة أخرى لجمع الأموال، هي إلغاء تنظيم الألعاب المتوسطية في وهران وتوجيه الميزانية لمواجهة الأزمة بدل سرقة المواطن. هذه كانت انطباعات الجزائريين. طيب، كان هذا جانب من أرى الجزائريين بخصوص حساب التبرع. في مزيد من المبادرات. نعم، خلينا نروح فعلا، خلينا نروح نشوف مبادرة أخرى اللي هي قام بها أسلاك الأمن والدرك في ظل هذا الأزمة. في الأسبوع الماضي شفنا بزاف أسلاك الأمن قامت بدور كبير خاصة في التوعية. مراسلين نقلوا لنا بعض الصور، خلينا نشاركوا معكم هذا الصور، ابقوا معنا. مواصلة للحملة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بالوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا، كاميرا الأنيس رافقت وحدة الحماية المدنية بقصر البخاري برفقة الطاقم الطبي والإداري للمستشفى المدينة، وهذا بالتنسيق ومع التنظيم مع الشرطة والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري وجمعية قدماء الكشافة الإسلامية بولاية البيض. نظمت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية نعمة حملة تحسيسية توعوية ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع كل من قطاع الصحة وقطاع التجارة. كل الشكر للمرابطين على هذه المجهودات المبذولة، أيضا الشكر موصول إلى مراسلي قناة الأنيس الذين ساهروا على تغطية هذه الأحداث. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد اللي حاولنا من خلاله أن نتجول في مختلف مناطق الوطن، قلنا لكم مختلف ما تناقلته وسائل الإعلام السوشيال ميديا حول الكورونا. انتظرونا غدا في نفس الشاشة في نفس التوقيت. متابعة طيبة، إلى اللقاء. شكرا جزيلا، نلقاكم غدا إن شاء الله.